كيفكم؟ شو الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. هلا بحقن اللبس عادة بالمجمل قد يكون هناك نتيجة لرد أو ما شابه ذلك، فلما بنحقن في بعض المناطق ممكن ما، لأنه بيكون في نسيج فيبروس تيشو، نسيج تليفي، فما بيوصل الفيلر، بيعبي حوله أو بيهرب، فبتشوفوا ممكن تشوفوا عدم التناظر. هي عادة بالمجمل بنحاول نحقنها ورا مرة مرة ورا مرة، ممكن نعمل سبسيجن إذا لاحقا مش بنفس الوقت حقن الفيلر، ممكن نعمل سبسيجن لنعادل. شوفوا الفيديو، شوفوا قبل وبعد بالنسبة للشفاه، إذا في عدم تناظر أحيانا مش بيكون منا، ولكن عادة كتير كتير سواء كان في رد يعني حادثة سابقة أو ما، هي في كتير من ممكن تشوفوا أنتم في عدم تناظر موجود. تمام، هاد كان الفيديو، إن عجبكم الفيديو اعملوا لايك شير سبسكرايب، فعلوا زر الجرس. كان معكم دكتور باسل.